واصلت قوات حرس الحدود جهودها للتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري. وتمكنت قوات حرس الحدود بناء على معلومات مخابراتية تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تكثيف حرس الحدود لجهودها خلال الشهر الجاري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، وبناء على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر دروب الصحراء الغربية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربتي دفع رباعي يستقلهما ثلاثة مهربين مصريي الجنسية، عثر بحوزتهم على 1800 كيلوغرام من مخدر الحشيش و150 ألف قرص مخدر و13 بندقية مختلفة الأنواع و2800 طلقة مختلفة الأعيرة وست خزن أنواع، كما تم ضبط 262 هاتفا محمولا مختلف الأنواع وطائرة بدون طيار. كما كثفت قوات حرس الحدود جهودها خلال الشهر الجاري وبالتنسيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والأجهزة الأمنية المختلفة أعمال التفتيش والتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة، والتي أسفرت عن ضبط 31 متهما وبحوزتهم 2 طن حشيش. و70 كيلوغراما من مخدر الهيدرو، و32 كيلوغراما من مخدر الافيون، و3822 هاتفا محمولا، وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و122 جوالا من الحجارة المخلوطة بالذهب، و13 عربة أنواع مختلفة، وعدد 3 لودر، بالإضافة إلى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية ل 927 فردا من جنسيات مختلفة. يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة التي تتخذها قوات حرس الحدود ليلا ونهارا لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية للحفاظ على الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.